تعال اعرفكوا على الزمالك. النهارده وصلنا مكان مش عادي، وهو جزيره الزمالك، وهي فعلا جزيره في وسط نهر النيل. والزمالك هي كلمه تركيه معناها العشش، وهي احد ارقى واهدى احياء القاهره. عاش فيها مشاهير كتير: اسماعيل ياسين، ام كلثوم، سعاد حسني، فؤاد المهندس، اسماء مشاهير معروفين جدا. بس يا ترى تعرفوا قصه جزيره الزمالك؟ الحكاية بدأت من عند راجل صعيدي اسمه عبد النعيم محمدين، كان بيحلم يكون غني، وعشان يحقق حلمه كان لازم يسيب هنا ويروح القاهرة. وقتها كان بيحكم مصر الخديوي اسماعيل، ولما وصل للحاج عبد النعيم القاهرة دور على قطعة أرض خصبة عشان يمارس فيها مهنته الأساسية وهي الفلاحة، لحد ما لقى قطعة أرض مهجورة، جزيرة محوطها الماية من كل جهة، وكانت زمان ثلاث جزر منفصلين اسمهم عزار وبولاق الكبيرة ومصطفى أغا، ومع الوقت بقوا جزيرة واحدة واتسمت بجزيرة بولاق لأنها كانت قريبة من حي بولاق. وقرر عبد النعيم يشتري قطعة أرض في حي العشش، أو زي التراكو ما بيقولوا عليها، الزمالك، وقعد سنين يعمر في قطعة الأرض لحد ما اشترى جزيرة كاملة من الحكومة وتحولت من جزيرة مهجورة لجنة على الأرض، وبقى اسمها جزيرة الحاج عبد النعيم. عدت السنين وتوفى الحاج عبد النعيم وكتروا الصعايدة في الجزيرة بعد ما سمعوا عن جنة جزيرة عبد النعيم. كان بيحكم مصر وقتها الملك فؤاد اللي أصدر مرسوم بنفي الصعايدة من الجزيرة وضمها ملك عام، ورجعت لاسمها الأصلي الزمالك، وبنى فيها قصور وفيلل وسكن فيها الأمراء والبشوات والمشاهير. احنا النهاردة في الزمالك عشان نتعرف عليها وعلى أهم معالمها. نبدأ بدار الأوبرا المصرية، واحد من أهم أماكن الثقافة والفنون في مصر. ولكن هل تعرفوا إن كان في أوبرا قبلها؟ ارتبط إنشاء الأوبرا القديمة بافتتاح قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل اللي كان شغوف بالفن، عشان كده اتسمت بالأوبرا الخديوية، وتم افتتاحها أول مرة عام 1869 مع احتفالات قناة السويس. وفي عام 1971 احترقت دار الأوبرا المصرية القديمة بالكامل، وتم افتتاح دار الأوبرا الجديدة رسميا في عام 1988، وبقت أحد أهم المنارات الثقافية في مصر اللي بتحرص على تقديم فنون متنوعة بجانب الأوبرا. وبيحتوي مبنى الأوبرا على العديد من المراكز الثقافية زي قصر الفنون، وهو يعد معرض ضخم لكافة الأعمال الفنية التشكيلية. شفت فيه اختراعات وابتكارات عجيبة وغريبة، زي احنا دلوقتي في قصر الفنون جوه الاوبرا المصريه، لقينا عمل فني بيعبر عن الطفل الوحيد المشوش اللي مجرد بتقرب منه بيتفاعل معاك باللي جواه. فكرته بقى ايه؟ ان هنا في سنسور بمجرد ما بتقرب منه بيطلع التشويش اللي جواه. لو فقدنا الامل فلا شيء سيحدث، لكن لو صدقنا اننا نستطيع ربما امكننا ان نفعل شيئا. وده واحد من الأماكن اللي لازم نسلط عليها الضوء لأن فيها أعمال فنية مبتكرة وفريدة من نوعها. وبما أننا في الزمالك كان لازم نزور واحد من أشهر معالمها وهو برج القاهرة، وفي طريقنا للبرج عدينا على واحدة من أكتر الرموز المشهورة في الزمالك، وهي شجرة البانيان أو زي ما بيقال عنها شجرة الزمالك، الموجودة في شارع البرج. عمرها أكتر من 150 عام، وهي واحدة من أقدم أشجار البانيان في القاهرة وكمان الوحيدة المتبقية، ومصنفة عالميا من بين أكبر أنواع الشجر في العالم. احنا دلوقتي في واحد من أشهر معالم الزمالك وهو برج القاهرة. رحلة صعود البرج بتاخد حوالي 45 ثانية، وهو مكون من 16 دور، ولكن الدور الواحد يعادل 10 أدوار سكنية. من القاهرة وصلنا قمة أطول برج في مصر حاليا، بطول 187 متر تقريبا، والبرج أطول من هرم خوفو ب 43 متر، بناه المهندس المعماري نعوم شبيب على شكل زهرة اللوتس المصرية. والقعدة الخاصة بالبرج مكونة من أحجار الجرانيت الأسواني اللي استخدمها المصريين القدماء في معابدهم. بعد كده جينا على أكبر متحف فني في مصر، وهو متحف محمد محمود خليل وحرمه اللي فاز مشروع ترميمه بجائزة أفضل مشروع إنشائي في العالم، وبيضم 876 عمل ما بين لوحات وتماثيل ومزهريات ومنحوتات أثرية. وده في الأساس كان قصر خاص بمحمد محمود خليل وزوجته إيميلي اللي كانت بتشاركوا نفس هواياته في تجميع الأعمال الفنية، وعاشوا يجمعوا الأعمال الفنية للقصر
وبعد كده تحول القصر المتحف زي ما أوصى محمد محمود خليل. احنا دلوقتي في مكتبة القاهرة الكبرى، مكتبة عجيبة جدا، وهي بتشغل قصر تاريخي يعد تحفة معمارية كان مملوك للأميرة سميحة كامل ابنة السلطان حسين كامل. والمكتبة من أبرز الأماكن المهتمة بالثقافة في مصر، بتحتوي على أكتر من 200,000 مجلد. لما تيجي الزمالك لازم تزورها. ورايا بالظبط أشهر معلم من معالم الزمالك وهي ساقية السو. ولكن هي ما فيهاش ساقية، هي خدت الاسم ده تيمنا بإحدى روايات الراحل عبد المنعم الصاوي، وبيقام فيها مهرجانات ومسابقات وعروض على مدار السنة في جميع المجالات. وأنا حضرت ليلة الكاريوكي. ودي أي حد صوته حلو يقدر يحضرها ويخد تجربة الغناء على المسرح وأمام جمهور.